شايف نور بتضحك بتتفرج على اللقطات دي، يعني ابتسامه، بتفتكر لحظات حلوه، المكسب حلوه دي يا نور، مكسب حلو. وخليني اقول كمان يا نور ان المكسب لما بيجي بعد تعب بيبقى ليه طعم بيبقى خالص، ليه طعم تاني. صحيح. ولما يتكرر كمان بنحس بمتعه اكتر. يعني انا شفتك من اللقطات شغاله وانت يعني منتهى السعاده، يعني لحظات حلوه بالظبط قوي. طب قولي لي يا نور، انت يعني مش عارف اقولها ازاي، بس بيبقى في مجهود بيبقى بيبذل وبتاثر حتى على دراستك، بتاثر على يعني حياتك العائليه، عايز تخرج مع باباك، عايز تخرج مع مامتك، الموضوع ليه ثمن. شايفين الثمن ده يساوي المكسب ولا لا؟ طبعا. يعني وكمان ان احنا التعب بنعمله من قبليها بكتير، بنتمرن كتير عشان نوصل للفوز دوت. ولما بنوصل له بنحس ان احنا لا ما فوتناش حاجه، احنا لقينا الفوز في الاخر، فعايز يعوض المجهود صحيح. اللي احنا عملناه. بس نور، انتوا في الملعب لعبكم شيك كفرقه، وعلى الحقيقه انتوا شيك ما شاء الله، يعني فرقه تشرف، وفرقه يعني نقول ان انتوا فيكوا كيمياء حلوه، ليكوا روح كويسه، يعني مهما شفنا في الملعب بنلاقيكوا في الاخر ملمومين وعندكوا روح وصف واحد. يعني كلمينا بتتكلموا مع بعض ازاي؟ يعني كلميني عن الروح اكتر. هي في البدايه ان احنا قبل اي ماتش دايما ميتنج دوت، قبل حتى ما الكابتن ايهاب يتكلم احنا بنبقى قاعدين مع بعض بنهزر بنضحك في تمارين. ولما بيجي الماتشات بيبقى اكتر بقى التركيز الكلام، وتقربوا من بعض اكتر، كلام في الماتش بالظبط. وهو ده اللي بيجي في الماتش بنلاقيه، بحس ان انا خلاص هي اختي وصاحبتي بره الملعب، فجوه الملعب بالظبط يعني بيحصل نفس المواقف ديت بلاقيها على طول جنبي. طب نور قولي لي، قبل ليله الماتش، ليله ماتش الكاس، سبورتنج فريق محترم طبعا، في جهاز فني محترم جدا، في مجموعه من اللاعبات خبره وليهم قدره على حسم اللقاءات الاخيره، خاصه ان السنه اللي فاتت برضو راح منا المرتبط، راح منا دوري السوبر بعد ماتش فيصل، فكان في شويه يعني ايه، عارفه انت، مش عقده، بس مش هقول عقده، بس في شويه ايه قلق ان انا ممكن اخسر تاني من سبورتنج. عملتوا ايه ليله الماتش؟ قبليها كنا كلنا قاعدين بنتكلم في بكره، كل واحد بيقول توقعاته للماتش. لوحديك ولا الكوتش معاكم؟ لا لا لوحدنا. لوحديك؟ كل واحد بيقول. قالوا لك يا كوتش ولا ما قالولكش؟ لا انا عارف ان هو بيقعدوا، انا سبتهم. عارف كل حاجه يعني مسيطر؟ لا يعني انا سبتهم اليوم، يعني انا دايما المحاضره بتاعتي بتبقى يعني يوم الجيم، انا وكابتن جاد والجهاز بنحب ان هي تكون قبل الماتش، المباراه بشويه، بعد الغداء بتبقى يعني يفتكروا، عشان هم بينسوا شويه بصراحه. انا عايز اعرف هي فباخرها شويه. عايز اعرف من نور، عملت ايه بقى ليله الماتش؟ بتقولي اتكلمتوا في ايه بقى؟ قولي لي. كنا عاملين لا قولي لي، ما تحكيش لدينا وتقعدوا بقى الغمزات ولا مزات. لا انا عايز كله على الترابيزه قدام الجمهور كله. لو في حاجه في شد بتاع قولي قولي. لا لا والله كنا بنتكلم في كل حاجه ايجابيه، يعني مين هيمسك كل فنيات كمان. وان الغلطات اللي حصلت في الماتش الفاينل بتاع سوبر ازاي نصلحها بالظبط، وان دوت ملوش تعويض. يعني مثلا ماتش السوبر ممكن نعوض او الدوري في تعويض، لكن ماتش الكاس احنا كلنا بنتكلم ان مفيش تعويض ولازم كل واحد يعمل اكتر حاجه عنده. طب اكتر حاجه كنت قلقان منها ايه؟ ان احنا ما نبقاش متوافقين. برافو، لعلمك ده هو اللي بيخلي الواحد يتوفق. ان انت قلقان من نفسك فبتشتغل على نفسك بالزبط. هو ده الاساس، انما انت اخطر ما يكون انت تخاف من الخصم. لا لا مش يعني انت كنت قلقانين من ان انتوا ما تادوش الاداء بتاعكم بالظبط، وده اللي خلاكم تادوا كده، وده خلى الروح. طب اتفقتوا على ايه؟ هل كلام من الكواليس، هل كان ممكن تقولوا مش عايزين زعل بقى من التغييرات، ما حدش يطلع زعلان انه طالع بدري، ولا ده اصلا ما اتطرحش؟ لا ما كانش في دماغنا اصلا، ما حدش كان بيفكر في الكلام ده خالص. على طول بنتكلم ان اللي هينزل ايا كان التايم بتاعه قد ايه هيأدي للفريق كله. يعني انكار الذات هو ده الاساس.